اقول له فايل يو هنسميه بي اس اختصار بيلت اب سيكشن ماشي. طبعا البرلينز هي نفس البرلينز اللي احنا كنا عملناها في الهوت رولد سيكشن، والبريسنج هي نفس البريسنج اللي كنا عملناها في الايه؟ في الهوت رولد سيكشن ماشي؟ فمش هتفرق معانا حاجه. تمام؟ ماشي يا جماعه. فهندخل الجريد، هندخل في اتجاه الاكس خمس باكيات في 6 متر، وهندخل في اتجاه الواي 4 باكيات في 5 متر. طبعا ينفع. تمام؟ ممكن تشتغل مثلا بالانش بالبوصه. انت عايز تشتغل بالمتر؟ بالمتر مش هينفع؟ هتيجي لما تيجي تحط بليت زي ده مثلا، زي البليت الاستثمار الصغير ده، تحط الابعاد بتاعته في اللوحه، تحطها ايه؟ بوينت 005 في بوينت 006، الواحد سم فيه بتكتب ايه؟ بوينت 01، تكتب بوينت 01؟ لا صعبه، صعبه في القرايه، احسن تكتبها 10 مللي وادق ماشي؟ ده انت ممكن تكتبها كمان لو دقتك عاليه تبقى 10 ونص مللي ماشي؟ فلذلك بيفضلوا الستيل كله يبقى بالايه؟ بالملي. وهنفترض الارتفاع بتاعنا 7 متر 7000 في الجريد ده اهو. هنحط هنا الاكسات بتاعتنا 1 2 3 4 5 6 7، هما كام؟ هما يبقوا 6 اكسات. ماشي. لو حطينا ارقام زياده هنا مش هتظهر. تمام؟ وهنا هيبقوا 5 اكسات A B C D E. وهنا 0 6000. ماشي يا جماعه؟ ماشي. الخطوه الثانيه قلت لكم عليها، ندوس كليك كده على الجريد، نقول له كرييت فيو الونج جريد لاين كرييت. هلاقي عند كل فيو من الفيوهات اللي عندي دي تكون لي ايه؟ عند كل جريد تكون لي فيو. تمام كده؟ هنبدا بقى ان شاء الله ندخل في العمود. فنفترض العمود انه بيتكون من اثنين بليت، الفلانجات كل فلانجه من الفلانجات بتاعت العمود عباره عن اثنين بليت، البليت تخانته 10 مللي والعرض بتاعه 30 سنتي. تمام؟ والويب 80 8 مللي، وعرض العمود من تحت 25 سنتي، او طول العمود من تحت 25 سنتي ومن فوق 80 سنتي. هنشوف هنعملها ازاي دي؟ زي ما عملناها المره اللي فاتت بالظبط. جينا رسمنا الفلانجه الاولانيه اهي، اهي الفلانجه الاولانيه، ورحت دايس كده دبل كليك، وقلت له القطاع بتاعها كام؟ بليت اللي هو البي ال كام في كام؟ 30 سم اللي هو عرض الفلانجه في 10 مللي، 30 تبقى 300، ف 10 مللي اهي اصبحت بليت كده. طيب انا عايز البليت ده يبقى فين؟ متوسطا مع الاكس، مظبوط؟ يبقى اروح جاي هنا في قائمه بوزيشن وقايل له هنا ايه؟ ميلي. تمام؟ اهو. وعايز النقطه دي تبقى لجوه، عشان انا هرسم البليت الويب بليت هرسمه من هنا كده، فعايز النقطه دي تبقى لجوه من هنا، اخلي دي بدل ميدل رايت تمام؟ طب اروح واخده كده موف. اتفضل. مية خمسة وعشرين مللي، يبقى دي الفلانجة الخارجية للعمود. دي كده ايه؟ الفلانجة الخارجية للعمود. ماشي. الفلانجة الداخلية للعمود تمام؟ هيبقى نفس الكاميرا دي. اقول له كوبي كده، او العمود ده 250. طيب انا عايز العمود من هنا من هنا لهنا كده يبقى كام؟ 25 سنتي. تعالوا نقيس كده اهو بامر القياس مسافه افقيه، ميجر هوريزونتال ديستانس. في امر هنا انا مش عارف القط النقطه دي، مش عارف القط النقطه دي ليه؟ عشان مش منشط السناب بتاع الجيومتري لاينز.
200 وكام؟ 240. 240 ليه؟ عشان النقطة ديت جاية من بره. لا ده انا عايز النقطة دي تبقى من جوه زي ما عملنا الناحية التانية. يعني بصوا النقطة دي كانت لجوه من ناحية الويب، انا عايز النقطة دي هي كمان تبقى من جوه من ناحية الويب عشان اسهل لي في تأكيس العمود، في تحريك العمود يعني. بدل رايت هخليها ليفت بس كده. نقيس بقى كده البليت بتاعنا من تحت الويب اللي هيترسم هنا، نشوف هيبقى كام. كام الرقم تحت؟ 250. تمام كده. طيب الرقم من فوق زي ما اتفقنا كام؟ 80. طيب دي كده 250 عشان الاثنين طالعين موازيين لبعض. عشان اخليها 80 هعمل ايه؟ هختار النقطه دي كده واقول له ام 80 ناقص 250 تدينا كام؟ 550. يبقى حركه 550. هلاقيها لفت كده ساعات العده بيظهر في البرنامج. هدوس دبل كليك واروح قايل له خليها لي فرونت كده، وبعدين اقول له يخليها لي ميدل. كمان عايز النقطه تبقى لجوه. لا بصوا كده اهو، ادي الفلانجه دي الداخليه وادي الفلانجه الايه؟ خارجية. كلام سهل جدا. هبدا ارسم في الويب. الويب بيترسم بامر بليد ده، اضغط عليه دبل كليك اقول له بليد كام؟ بي ال تي اختصار لامر اعمل لي بليد. خلاص بي ال تي 8 يعني بليد 8 مللي. مظبوط؟ طيب البوزيشن هقول له امسكه لي من الميدل ابلاي. اهو تمام كده عملنا العمود. يبقى عرفنا البيلت اب سكشن العمود، البيلت اب سكشن بيتعمل ازاي؟ عرفنا البيلت اب سكشن العمود بيتعمل ازاي. طيب هروح جاي معلم عليه كده كله، اختار الثلاث حتت بتوعه واروح قايل له اد تو اسمبلي واختار الايه؟ الحته اللي بره. خلاص يبقى العمود ده هيبقى اسمبلي لوحده متلحمه ببعضيها اهو، والعنصر الاساسي فيها هو البليت اللي بره. خلاص ماشي. الخطوه اللي بعد كده المفروض بيبقى فيه بليت تحت هنا اللي هو البيز بليت. مظبوط ماشي. هنعمل البيز بليت ده يلا سهل جدا. بامر كرييت بيم هرسم كاميرا من هنا لغايه هنا. طيب هل هي مظبوطه؟ لا مش مظبوطه. نضغط عليها الاول نقول له سيلكت بيم كده، سيلكت برضه اقول له بليت 300 في ده بيبقى 20 مللي، اقل حاجه في البيز بليت او المعتاد عليه ان احنا بنعمله 20 مللي. طيب الوضع بتاعه كده طبيعي؟ طبيعي؟ مش طبيعي، المفروض بيبقى ايه؟ نايم كده. خلاص فالف والف بامر ايه؟ روتيشن دي اخليها فرونت مثلا اهو، يبقى كده ايه؟ 100 100. طيب مش لازم يبقى مرفرف شويه؟ لازم يبقى مرفرف شويه. ارفرفه 5 سم من ناحيتين، طب انا ممكن ارفرفه بطريقتين، الطريقه الاولى ان انا امسك النقطه دي واشدها احركها. صح ولا غلط؟ طيب ما في طريقه اسهل. في امر هنا اسمه ايه؟ اند اوفست. يعني مديلي النهايه والبدايه. هقول له مديلي البدايه 50 بس بالناقص كده، ومديلي دي البدايه، مديلي النهايه 50 بس بالموجب. كلام جميل. تمام كده يا جماعه؟ نفس الشكل. اضغط على الكاميرا دي كده دبل كليك واروح قايل له ابلاي اوكي عشان احتفظ بالقيم بتاعتها. بنفس الطريقه اهو تمام. طيب نخلي بالنا ان المفروض ده منصوب الصفر هنا. مظبوط؟ مش يبقى نازل كده لتحت. فاعمل ايه؟ اروح مختارهم كده كلهم وبعدين اروح دايس الت. خلي بالكم اروح دايس الت ومختار من الناحيه الثانيه. انا عملت ايه تاني؟ بصوا كده اخترت كده من الايه؟ من اليمين للشمال ماشي؟ وبعدين اخترت بالت وانا دايس الت من الشمال لليمين. عمل ايه؟ راح شايل لي اختيار العناصر وخلاني اختيار الايه؟ النقط اللي ماسكاها.
واروح قايل له ام يعني موف حرك يعني عايز بربنديكولار اللي هو العمودي ادوس عليه اهو جاب لي العمودي اهو تمام كده شايفين حته التداخل دي ماشي حته التداخل دي بيعملوا فيها حاجه حلوه ممكن تعملها يعني لو انت ايه بروفيشنال ممكن تسيبها زي ما هي يعني ايه مش بتبقى غلطه في اللوحه قوي ماشي ممكن لو انت دقيق قوي تروح رافعها له كده تقول له انترسكشن واخدين بالكم بحيث ان البليت هيجي عامل ازاي هيجي ينزل على المايل كده والحته دي هيخش فيها الايه اللحام مظبوط هيخش فيها اللحام لكن لو سبتها زي ما هي مش غلط طيب في واحد تاني يعمل حاجه حلوه برضه في واحد يروح عاملها قط عارفين القط ده فاكرينه اه كده مش بوليجون مش محتاج بوليجون بس ستريت قط كده يبقى البليت المفروض يبقى ايه قبل ما احطه اشطفه من بدايته شطفه كده بحيث انه يبقى ايه يبقى افقي اي واحده من الاثنين الناس كلها بتعمل الحاجات ديت نفس الكلام هنا المفروض الارتفاع الصافي ده الارتفاع الصافي ده يبقى كام يبقى 6 متر يبقى اختار الكاميرات ديت خلوا بالكم اخترت الكاميرات دي واقول له الت وانزل العمود على وش البليت من تحت كملنا اهو ماشي اروح معلم على ديت واروح معلم على ديت واروح قايل له اد تو اسمبلي اهو خلاص دول اصبحوا اسمبلي مع بعض يعني ايه اسمبلي مع بعض؟ يعني الحتت دي كده هتيجي من المصنع مالها ملحومه في بعضها طيب عايز اعمل المسامير اللي بتبقى تحت هنا عايز اعمل المسامير اللي هي تبقى هنا سهله جدا في حاجه هنا اسمها بولت جروب اهي اختار الجزء اللي انا عايز امسمره اللي هو ده اختار النقط اللي انا هنسب منها المسامير حد يقدر يقول لي افضل نقطه انسب منها المسامير هنا هي مين اهي نقطه السنتر دي النقطه دي والنقطه اللي قبلها دي طيب اضغط دبل كليك كده على المسمار وابدا اظبط فيه انا عندي دي كام 30 ماشي 30 يبقى قد رفرفه كام مثلا ادي له رفرفه 100 مظبوط واسيب 100 في النص وادي له رفرفه من الناحيه الثانيه كام 100 يبقى اقول له رفرفه من البدايه 100 اهي شوفوا ايه اللي هيحصل راح داخل لي المسمار كام راح المسمار جاي داخل كام 100 ملي الجو خلاص وبعدين لازم ابقى مختار وانا بعمل موديفاي اهو طيب في ناس بتحب تعمل صفين مسامير في الهنج مفيش مشاكل يقول لك ليه بقى بعمل صفين مسامير؟ قال لك عشان انا اول ما بركب بنزل المسمار بنزل العمود بالونش وبربط المسامير تمام؟ طيب لو انا شابكه بمسمارين بيقول لك ممكن يقع لكن لو شابكه باربع مسامير بيفضل واقف لغايه ما اركب عليه الايه؟ الرفر ماشي او البريسنج هديله هنا كمان كام؟ 100 ونشوف بس كده يبقى انا عندي ايه؟ ماشي طيب عايز اغير قطر المسمار هو خلاص كده كويس ماشي خلوا بالكم انا لما شلت العلامه دي عملت ايه؟ خلت المسمار هول بس وفعلا انا محتاج انا مش محتاج انا مسمار انا ما بركبش هنا مسمار انا بركب حاجه اسمها جويد خلاص والجويد ده بيبقى محتاج ان انا اظهر له هنا بس الايه؟ الهول الخرم فبشيله ازاي بظهر الهول بس ازاي؟ ان انا بعمل بعلم على دي كده يظهر لي الهول بس. الجميل ده اللي هو حاجه اكبر شويه ولا ايه؟ بيبقى اسياخ حديد يعني. تمام؟ تمام اهو اربع مسامير. الخطوه اللي بعد كده بقى المفروض الرافتر هتيجي تروح قاعده على الايه؟ على البليت اللي انا حاطه ده. مظبوط؟ تمام. نعملها ازاي؟ العمود ده ارتفاعه من هنا 80 يبقى لازم الرافتر تبقى ارتفاعها من هنا كام هي كمان؟ لازم هي كمان ارتفاعها من هنا يبقى 80 ماشي؟ فابدا اعمل في الرافتر بتاعتي ماشي؟ هعمل له كده كونستراكشن لاين وهنا
كده كونستراكشن لاين ماشي. طيب بيبقى في بيت جاي مع الرافتر مظبوط بيركب على البليت ده صح ولا غلط؟ تمام بيبقى جاي ملحوم فيها اهو. لازم اعمل له امر كوبي اللي هو سي نفس الابعاد نفس الابعاد لازم يبقى اخوه عشان لما يلبس خلاص. تمام بعد كده بقى المفروض بيبقى عندي هنا كده من هنا كده ارتفاع اللي هو 80 سم من هنا كده من الوش ده كده تمام. طيب خلوا بالكم في امر جديد اهو اديه لكم. الامر ده بيرسم لي نقطتين على مسافه معينه خلاص. ازاي يعني؟ لو قلت له هنا 80 800 يعني وعملت له كده بصوا اللي هيحصل، فعامل لي هنا نقطتين على مسافه 800. طيب ده في امر كمان اجمل منه، عرفنا الامر ده خلاص اهو تمام. في الامر ده اللي هو ده معلش خلاص. لو جبت لو انا جيت كده قلت له هنا اهو ارسم لي من النقطه دي للنقطه دي كده، هيروح عامل لي نقطه ثانيه هنا على مسافه كام؟ 800 خلاص. يبقى بحدد له نقطتين على خط، بيروح جاي من النقطه الاخيره واخد لي مسافه على نفس الايه؟ على نفس الامتداد. طيب دلوقتي تمام. طيب ميل السقف بيبقى واحد لكام؟ 10. واحد ل10 خلاص. يعني لو انا عندي كونستراكشن لاين كده اهو، انا رسمه من هنا لغايه هنا، او تاني هرسم كونستراكشن لاين اهو. خلي بالكم عشان اعمل الميل ازاي، رسمت كده ورحت قايله هنا كام؟ 1000 ماشي، ورحت ماسك النقطه دي كده رافعها كام؟ 100. يبقى الميل ده كام؟ الطول ده 1000 والمسافه دي 100، يبقى 100 او 1000 على 100 يديني كام؟ 1 ل10، او 100 على 1000 يديني 1 ل10 خلاص. يبقى انا عملت الخط ابو ميل اهو، اروح واخده كده ام حاططه له فين؟ هنا كده، ادخله كده كمان شويه. طيب انا عايز الخط ده يبقى طويل عشان يجيب لي اخر الايه؟ لغايه نص الرافتر، ازود الطول بتاعه هنا اخليه 20 متر اهو، اصبح كونستراكشن لاين. ده بيسهل لي خطوات الرسم بتاعتي تمام. ونبدا نرسم، هنرسم الفلانجه العلويه اهي، ادي الفلانجه العلويه هتبقى من اول هنا كده لغايه نص البتاع، نص ال مش فيها الاوفست فاكرينه؟ هنشيله مش عاوزينه كده ماشي ماشي. وبعدين عايزها في الايه؟ في الفرونت مظبوط، بالاضافه لان انا عايز اعمل التخانه بتاعتها 10 مللي بس. بالطبع كله بيبقى بالطبع مع بعض. يبقى احنا كده عملنا اول بليت في الايه؟ في الرافتر تمام. طيب البليت الثاني، خلي بالك بقى الرافتر دي ممكن تيجي على حتتين، بنعملها حته كده وحته كده ماشيه ايه؟ ماشيه افقي مظبوط. طيب تعالوا نعملها يلا. هو ده طوله كام؟ 10 متر. وعلى فكره ممكن الرافتر تيجي حته على بعضيها، مش محتاج ان انا اعملها حتتين خلاص، بس انا هعملها لكم حتتين. في امر هنا اسمه ايه؟ كرييت بولي بيم ماشي. هنقول له هنا بليت الاول، لازم احدد له الايه؟ لازم احدد له الارتفاعات. هو البليت ده طوله كام؟ خلي بالك 10 متر ماشي، 185. احنا هنفترض مثلا ماشي، هنفترض هي دي كده 5 متر، المفروض الكابولي ده بيبقى على مسافة 3 متر. الجزء اللي هو الهنش ده بيبقى على مسافة 3 متر. طيب تعالوا الأول نعمل الجزء اللي هو الأفقي اللي هو هنا. هنمسك ده كده ونقول له كوبي. هنفترض إن ارتفاع الكاميرا 500.
تمام كده؟ ماشي يا جماعه؟ يبقى انا كده عملت الفلانج السفليه، المفروض الفلانج السفليه دي تيجي مكسوره كده. مظبوط؟ طيب. انا افترض انها على مسافه 3 متر. هو بيبقى الهونش عاده على مسافه 3 متر 2.5 متر. تمام؟ وبعدين اروح جاي راسم الثاني من اول هنا لغايه هنا كده واشيل الاوفست. واخلي التخانه كام؟ 10 مللي. هي 10 مللي. تمام؟ ماشي يا جماعه؟ سيبوا دي كده زي ما هي، هي ليها حل بس هنشوفه ايه؟ فيما بعد، بعد ما نرسم الايه؟ الويب. طيب. طبعا بحط بليد تقفيل هنا كده، بقفل بيه اهوت. طبعا هو لافف، ممكن ادوس على ده كده واقف هنا واقول له موديفاي. طيب البليد ده طبعا البوزيشن بتاعه غلط. اشده عشان يبقى مع وش الايه؟ مع وش البليد اللي تحت. تمام، كله تمام. مطلوب مننا ايه دلوقتي بقى؟ ان احنا نرسم الايه؟ نرسم الويب. هنفترض ان الويب بتاعي 5 مللي، بليد 5 مللي، والتأكيس بتاعه برضه على الميدل. موديفاي ابلاي اوكي. اهو هنمسك النقطة دي وبعدين النقطة دي. تمام. ماشي يا جماعه، ايه رايكم في الرافتر؟ خلاص نخلي بالنا ان في ناس بتحب تعمل الرافتر دي حتتين فبيفصلها من هنا، وفي ناس ممكن تقطعها بالشكل ده على حسب استراتيجي بتاع التقطيع. ماشي، دي طريقه. في حاجه ثانيه، في ناس بتحب بدل ما تعمل ده كده بتعمل ده بولي بيم. بصوا البولي بيم ده برسمه وبعدين بدوس كليك اللي في النص بتترسم لي كاميرا. واخدين بالكم؟ حته واحده على اساس انه جاب بليت، حته شريحه بليت كده، وراح جاي ايه؟ تانيها بمكنه الدرفله. خلاص، او تانيها باي اسلوب ايا كان. خلاص ما قطعهاش، يعني مش قطع ولحم، لا ده مسكها وراح تانيها. تمام؟ دي هتعمل فيها ايه؟ نروح معلمين على النقطه كده، واخدين بالكم؟ الحته دي بتتملي ايه؟ لحال، ما فيهاش اي ايه؟ اي مشاكل. ممكن حد يعمل حل تاني؟ ممكن يعمل حل تاني، ان انا اعمل ايه؟ كات، بس مش هعمل، يعني ممكن اعمل كات كده، مظبوط؟ واحد تاني يقول لك لا، بدل ما امسك النقطه واحركها، انا اعمل كات كده. مظبوط؟ انا بفضل الحل ده، ان انا امسك النقطه واحركها كده. تمام؟ تمام. عايزين بقى نقفل الرافتر. ايه اللي ناقص الرافتر هنا؟ اهوت. نظبطه. تمام؟ لا مش تمام. ماشي، واقول له هنا 100 وهنا 100، بس دي بالسالب. دي مبالنا. تمام؟ تمام.
هنختار ده واروح قايل له اد واسمبلي كله كده واختار الايه. بص كده ايه رايك في المنظر؟ ممتاز تمام. هنبدا نعمل المسامير. عاده انا بيبقى عندي نيجاتيف مومنت هنا فبضطر ان انا ازود شويه مسامير هنا خلاص. طيب عشان ازود شويه مسامير هنا يبقى لازم ازود الاوفست اللي هو عند نقطه الستارت اللي هي النقطه الصفراء، اخليه مثلا 100 هنا نفس الكلام مظبوط تمام. هعمل مسامير يلا. طيب المسامير ماسكه بين ايه وايه؟ بين البليد ده والبليد ده صح؟ وادوس كليك اللي في النص واختار اي نقطتين الاول كده مبدئيا، اي نقطتين، اهم حاجه نقطه البدايه، نقطه النهايه مش بتفرق معانا قوي تمام. هحط صفين مسامير، المسافه بينهم كام؟ 150 150 انا عايز المسافه بين العمودين يبقى الايه مسافه في الواي. طيب مسافه البدايه كام؟ عايز مسافه البدايه 50 كده. طيب واروح ماسك دول كده ام نقلهم من هنا لغايه نص الايه. تمام يا شباب تمام. اقول له 100 كمان خلاص وهكذا. اقول له مثلا 8 في 100 ونبص نشوف ايه اللي هيحصل. راح عامل لي مظبوط 8 صفوف من المسامير زي ما احنا شايفين كده، وفعلا الكونكشن دي بتبقى كده فعلا خلاص فيها العدد الكبير ده من المسامير. طيب قطر المسامير دي كام؟ هنخليه 20 زي ما هو كده، والمواصفه 8.8 من 10 اكس او تمام. طيب لغايه دلوقتي 100 100. الخطوه اللي بعد كده بنعمل حاجه اسمها الاستثمارز. عارفين الاستثمار؟ عباره عن حتت بليتس صغيره كده بنلزقها او بنلحمها عشان ايه؟ تمام؟ عشان حاجه اسمها يعني عشان تحميلي بتقوي لي الكونكشن بتقوي البيهيفير بتاعها. بص انا بعمل حاجه حلوه قوي عشان ارسم الاستثمار، بقول له هنا 100 بختار النقطتين كده راح تطلع لي النقطتين على مسافه كام؟ على مسافه 100. واروح راسم بليت اهو، بصوا هدوس كليك اللي في النص خلي بالك اهو الاستثمار اهي. طيب الاستثمار دي تخانتها كام؟ الاستثمار دي بتبقى في العاده 8 مللي. طيب بيبقى في حاجه اسمها التخليع، فاكرينه؟ قلت لكم عليه خلاص، ان انا بشيل الحدود عشان ما اتعورش مثلا او ايه؟ عشان تسهل لي عمليه التركيب. قطعت خطه دبل كليب وراح قايل له اعمل لي الشنفره 100، لا مش 100 طبعا، 25 تمام كده. اد تو اسمبلي مظبوط مظبوط. طيب انا ببقى محتاج واحد زيه تحت يبقى ايدت. الاول اقول له ايه؟ اعمله ميرور. فعشان اعمله ميرور لازم الاكس والواي يبقوا في الفيو بتاعي. بعملها ازاي دي؟ اضغط على ديت واروح مختار كده، بعدين اختار ده ايدت كوبي سبيشال ميرور ماشي يا شباب. تمام كده تمام. ماشي محتاج اعمل استثمار هنا مظبوط، من كل صف مسمار والصف التاني هي بتتعمل كده تمام. نعملها ازاي دي؟ نعملها ازاي؟
حد يفكر معايا كده. هستغل الكورنر ده ارسمها عليه وبعدين اروح لال. مظبوط اهو عندي نقطه اهيت اروح راسم عليه ونقطه اهي اروح راسم عليه ماشي، وبعدين اروح نازل كده على الخط ده كده واقول له كام 100 واروح جاي نازل هنا عمودي 100 الاقي الاستفنر ايه طلعت لي اهي اقول له هنا سيلكت بار. طيب هنقلها، عايز انقلها دلوقتي انقلها فين؟ في نص المسافه ما بين المسمارين. مظبوط. خلوا بالكم في امر هنا اسمه اد بوينت اون لاين. لو ده بصيت كده واحد يعني ايه الخط اللي انا هحدده لك ارسم لي فيه نقطه في النص اهو، ارسم كده حطيت لي نقطه فين؟ في النص اهي. همسك الايه كاميرا كده وبعدين امسكها من فوق كده وبص كده حلوه، اقول له هنا كام؟ ماشي. ماشي يا شباب. ماشي. طيب انا عايز انسخه كام نسخة؟ 1 2 3 4 5 6، 6 نسخ. بكل بساطة هعلم عليه edit copy special linear 6 نسخ. ماشي. كل 100 في اتجاه الايه بقى؟ خلوا بالكم في اتجاه الاكس. سهل جدا. ماشي. اروح معلم عليهم كده. اهو. هات تو اسمبلي. مظبوط. بص العمود هيجي من المصنع عامل ازاي؟ اهو. تمام؟ تمام. هعمل ايه تاني؟ اروح جاي في البلان. اهو البلان اهو. كنترول بي. اروح قايل له كنترول واحد عشان ابين الخطوط بتاعتي. هلاقي الاستثمارز بنيت لي اهي. اروح مختارها واعمل لها ميرور الناحيه الثانيه. بس قبل ما اعمل لها ميرور لازم اعمل ايه؟ لازم ادوس الزرار ده. اخلي الاكس والواي بتاعي فين؟ في وش كده. بالمره نعمل حاجه عشان ايه؟ اهو. edit copy special mirror اختار استفنرز كده واروح قايل له اد تو اسمبلي فين؟ في الرافتر. تمام. نرجع تاني للبيان اللي انا قلت لكم عليه وبعدين اعمل الخطوه ديت المهمه دي. تمام. edit copy special mirror ماشي. ابص كده على الاسمبلي كامله ولا مش كامله؟ ها
مش كامل. ده محتاج يتضاف ليها اهو. اد تو اسمبلي اهوت بس كده. كده العمود بتاعي اصبح ايه؟ متكامل. نفس الكلام هنا، اد تو اسمبلي. ماشي يا جماعه تمام كده. كنترول بي. البليت ده بيبقى كام؟ بيبقى 20. ماشي، خلي بالنا من حاجه، وش البليت ده بيبقى لجوه، يبقى لازم احرك النقط ديت. الت، خلي بالكم اخترتهم الاول وبعدين دوست الت. موف ام من هنا لغايه هنا كده. طيب ده التدخل ده نعمل له ايه؟ بنفس الطريقه، امسك النقطه وبعدين احرك البدايه من هنا لهنا. اهو شفتوا الاسمبلي بتاعت الرافتر بتبقى عامله ازاي؟ تمام؟ تمام. اروح معلم على الاثنين اسمبلي كده، واروح قايل له خلي لي الاكس واي في الفيو، وايديت كوبي سبيشال ميرور، كلام جميل. ماشي، اقول له اعمل لي بولت جروب ما بين ده وما بين ده. كده اقول له هنا بدل ما فرونت خليها توب كده، واقول له خلي لي مسافة البداية 50، وبعدين 100 مثلا، وبعدين اروح واخده كده في النص. ماشي، واروح قايل له هنا 150 كده اهو. هنقول له 5 في 100 نضيف واحد كمان، يعني نخليها 6 في 100 تمام. تمام طبعا مش ضروري نحط طبعا كل المسامير دي، احنا ممكن نكتفي باثنين فوق واثنين تحت بس خلاص. لكن عاده هم بيحبوا ايه؟ يحطوا المسامير ديت، يعني بيزودوا مسامير خلاص، عشان الكونكشن ديت ما فيهاش هنش، فبتبقى ايه؟ بعيده شويه. ماشي يا جماعه، طبعا محتاجين نعمل استثمار هنا، تعرفوا تعملوها؟ هسه ما يكون. طب ممكن تاخد الاستثمار دي كوبي كده اهي، كوبي تروح حاططها هنا. وتظبط الاول محتاج النقطه دي ماشي يا جماعه، نظبطها كده. اقول له الت عشان امسك النقطتين مع بعض مره واحده. حلوه ولا مش حلوه؟ استثمر استثمر ماشي. اد تو اسمبلي تمام، ايديت كوبي سبيشال ميرور ماشي. طيب الاستثمار اللي تحت دي نروح واخدين واحده من هنا ومظبطينها.
مش هتتظبط. تتظبط لو الكاميرا مش مايلة. الكاميرا مايلة. ايه رأيكم؟ ماشي نبص كده. اهو اسمبلي هنا اسمبلي سهل يا جماعه. البيلت اب سكشن بس هتحط له بقى عادي البرلين عادي خالص. هتروح حاطط له انجل هنا كده تمام، وهنا انجل هنا كده ماشي. والبريسنج وانت بتعمل الكونكشن بتاعت البريسنج، فاكرين الكونكشن اللي هي كان اسمها 11 اللي هي دي؟ بيقول لك اختار لي المين بارت، كنا الاول بنختار الكاميرا تمام. هنا اسهل بقى، هتختار الايه؟ الفلانج العلويه تمام؟ اختار الفلانج العلوية بس. ماشي؟ حد عنده أي سؤال؟